زوار وأوفياء قناة كلاش تيفي، سلام الله عليكم. محمد البوداني يحييكم ويرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. رابور مغربي وقح ملقب بطاطا يسب الرب داخل إذاعة دوزيم المغربية، وكيقدم أسوأ قدوة للشباب المغربي. والمشكلة أن حتى واحد ما قدر يقول ليه اللهم إن هذا منكر، احشري بنفسك أسي الرابور، وإلا غادي تخرج دابا. هذه راه دولة إسلامية وهذه القناة ديال الدولة، وعيب وعار عليك تعاود لينا هنا على هضرة أولاد الزنقة. موضوع حلقة اليوم والله لا عصبني مزيان وخلاني نتساءل، واش عندنا شي مراقبة حقيقية على المنتوج الإعلامي العمومي؟ والأهم هو شكون هاد خينا اللي كيوجه الدعوات لبحال هاد الأشخاص واللي ما يستحقوش نهائيا يبانوا في القنوات العمومية المغربية؟ واش الشعب المغربي كيدفع من جيبه وعرق كتافه باش تخلص بحال هاد العاهات الفنية والأخلاقية وتعيش أنفيك مع راسها على حساب الشعب المغربي؟ ولكن المصيبة الكبيرة هي أنه في الوقت اللي كنشوفوا فيه بحال هاد القماقم كيغمسوا مزيان في المال العام وكيعمروا جيوبهم وهما ما عندهم حتى شي قيمة مضافة للمشهد الفني أو الإعلامي المغربي. في هاد الوقت الرديء بالذات كنشوفوا فنانين كبار تنكر لهم الكل وخلاهم كيعانيوا أشد المعاناة. مثلا الفنانة المغربية القديرة نعيمة بوحمارة، واللي الملايين من المغاربة كيحتفظوا ليها بذكريات جميلة من أيام الزمن الجميل، كتعيش الآن أسوأ أيام حياتها من بعد كل ما قدمته للفن المغربي الأصيل والهادف والتلفزيون المغربي. نعيمة بوحمارة تصابت في الآونة الأخيرة بمرض القلب، والظهرات الحالة الصحية ديالها كيف كتشوفوا في هذه الصورة الآن، ولكن مسكينة تما بقات حتى واحد ما تسوق ليها. والتعاضدية ديال الفنانين يا حسرة ما عقلاتش عليها وخلاتها مرمية بدون علاج ولا عملية جراحية تنتظر مصيرها المجهول دون أن يلتفت إليها أحد. نعيمة بوحمالة وإلى حدود هذه الساعة ما زالت تنتظر تدخل القائمين على القطاع الفني لضمان حقها في العلاج وتغطية مصاريف علاجها بعد الوعكة الصحية الأخيرة التي تطلبت منها إجراء عملية جراحية مستعجلة على مستوى القلب، حفظنا وحفظكم الله. ورغم انخراط الممثلة بوحمالة في التعاضدية وتسديد واجباتها السنوية إلا أنها لم تستفد منها على الإطلاق، خاصة خلال الفترة الصعبة التي عاشتها، إذ أجرت مؤخرا عملية جراحية على مستوى عضلة القلب تطلبت منها مبلغ 14 مليون سنتيم، ولم تتوصل إلا بمبلغ 35 ألف درهم الذي عوضتها به التعاضدية. ليبقى التساؤل المطروح، أين تذهب أموال تعاضدية الفنانين إن لم يستفيد الفنانون من التعويض عن المرض والعلاج والعمليات الجراحية؟ كما سبق لبوحمالة أن أكدت في تصريح صحفي بأنها تواجه مجموعة من المشاكل مع تعاضدية الفنانين المغاربة، وذلك بسبب تهرب هذه الأخيرة من تسديد المبلغ المتبقي من تكاليف العملية الجراحية لفائدة السيدة نعيمة بوحمالة. وتتساءل الممثلة المغربية عن السبب وراء تقصير التعاضدية في تعاملها مع الفنانين المغاربة، معتبرة أن هذه الفئة هي في أمس الحاجة إلى الدعم، خاصة وأن العديد منهم يعانون مشاكل صحية عويصة ويصرفون مبالغ مالية باهظة من جيوبهم من أجل العلاج. وعودة منا إلى موضوع الرابور الملقب بطاطا، واسمه حجة عليه وبرهان قوي على مستواه ومن أي فئة ينتمي. فبقلة حياء غير مسبوقة يتطاول على الدد الإلهية داخل إذاعة عمومية، والشعب المغربي يطالب بتدخل الهاكا ليوقف مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية التي تقع داخل قناة عمومية مغربية يتم تمويلها من جيوب دافع الضرائب المغاربة. الرابور الشهير طوطو أثار موجة غضب عار بعد تطاوله على الذات الإلهية والتفوه بعبارات منحطة وقذرة مثل مستواه داخل بلاطو إذاعة ذوزيم العمومية. والمشكلة أن هذا الشخص جاهر بفعلته ولم يكن الأمر متعلقا بمجرد تسريب دون علمه أو موافقته، بل إن طوطو
هو الذي نشر هذا المقطع، أي مقطع الفيديو عبر حسابه الخاص على الإنستغرام، والذي يوثق فيه للحظة حلوله ضيفا على إذاعة الدوزين ولدى مشاهدته شيئا ما على هاتفه المحمول، انفجر ضاحكا وهو يتفوه بعبارات تسيء إلى الذات الإلهية في وقت عبرت فيه من كانت توثق لهذا المشهد الصادم عن إعجابها بالرياكشن التي أبداها المسمى طوضة. واستنكر المغاربة التجرؤ والتطاول على الذات الإلهية داخل إذاعة عمومية تمول من جيوب دافع الضرائب، مطالبين بضرورة تدخل الهكا وترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من سولت له نفسه الإساءة إلى الذات الإلهية أو السماح بها. نشوفوا هذا القندوح أولا كيفاش تلفظ بعبارات الإساءة إلى الرب وهو كيتكرشخ بالضحك. إليكم مقطع الفيديو، وأكرموا هذا القندوح بتعليقاتكم المعتبرة والجيدة التي عهدتها فيكم أنتم مشاهدي قناة كلاش تيفي الأعزاء. نسمعوا هذا خونا أولا ونعود نرجعوا عاوتاني. اسمعوني بكم طاطوش كيقول استغفر الله العلي العظيم. واتساب علم نقول لا لا ربكم يمكنش لا حول ولا قوة إلا بالله. وقول تقول وهذا اللي كيصب الرب الآن وكيطاول على الذات الإلهية داخل قناة عمومية، كيف قلنا هو نفسه اللي كيتهدد ويتوعد في حال ما إذا أي إذا استدعاته وما حطاش ليه الكاش الصحيح. نسمعوه مثلا في واحد الخرجه اخرى. اش قال؟ كاين واحد لاليست ديال لي راديو دابا هاد السيمانه خصكم تعرفوا بلي هاد السيمانه هاد جوج سيمانات كاينين باخي طيبه يعطي تقريبا عند بفديه انا طراقه سمول الى اخره. تبارك الله السميات وهنيئا الاسماء. يهضروا معنا احسن ترحيب كاع داكشي اللي كان خصو يدار داروا معنا. حطينا لي دوسي كلشي تحط في نهارو كلشي ديكلاري في نهارو دبشو المشكل هو كاينين واحد لي راديو دابا نشرح بنادم شنو هي البي ام دي ار، نشرحو للبوبليك شنو هي البي ام دي ار. البي ام دي ار هي بيغو ماروكان دي دغوا دوطور. سمع مزيان، هي لا ساسيم اللي كاين عند فرنسا كتسمعو كيربو على لا ساسيم، هي هادي لا ساسيم ديالنا هنا. فهمتي في تيدي هاد لا ساسيم هي اللي كتخلص لي زارتيست، وعلاش كتخلصهم؟ ولا لا بي ام دي ار كتخلصهم على دوك لي باساج اللي كيدوزو في الراديو. الراديو القفازة الى اخره. قضية فيها الحبة سيدي، راه كاينين ثلاثة ديال لي راديو اللي كيخلصوا البي ام دي هنا، ثلاثة ديال لي راديو اللي كيخلصوا البي ام دي، شي واحد كيخلص. دونك انا غادي نعاود نقولها وجونتيما، غنعاود نشوف شي راديو كدوز ديسكي وما كيخلصوش غنتشوى معاهم. غنتشوى معاهم من الراس حتى للراس، من الباب ديال الراديو حتى لانيماتور حتى البروغراماسيون حتى الفوق، فين ما غتوصل توصل غنتشوى معاهم. انا نقولها لكم دابا وغنتابعهم قضائيا، واي حاجه بغاونا نديروها نديرو ستايل، غنشوفوهم في لاكور، غنشوفوهم في بيبي، غندبروا عليها. ما تبقاوش دوزو ديسكنا بلا ما تخلصوا. سالينا 2021 راه دارت برو دارت راه دايره، سالينا من عهد قريش والنبل سليم من داكشي، راه 2021 هذاك سوقك معاهم السهم طاطا، كتسالهم ما كتسالهمش، كيدوزو الدياسك ديالك ما كيدوزوهمش، بيناتكم بيضاوة غير بالفاس ولا بالهراوة. ولكن اللي ما درتي فيها ما يصلح هي باش تصب الرب داخل قناة عمومية. يتعلق الأمر إذن بجريمة قائمة الأركان منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، وهي الإساءة إلى الذات الإلهية. فهل تتحرك النيابة العامة المختصة لتوقيع العقاب على المعني وتدخل هكا لردع القناة المحتضنة لمثل هذه النماذج البشرية؟ كان معكم محمد البودالي في حلقة جديدة من برنامج قضايا ساخنة. أرجو وكما جرت العادة أن تشجعوا محتوى هذه القناة عن طريق مشاركة فيديوهاتها على نطاق واسع. كذلك لا تنسوا التفاعل مع هذا الفيديو بالذات بالتعليق أسفله واللايك والبارتاج حتى تعم الفائدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى حلقة أخرى بإذن الله.